السلام عليكم. سلطات أمن عدن قامت يوم أمس السبت بترحيل أكثر من 800 عامل من عدن ينتمون لمحافظات عدة. هذا الأمر كانت له تداعيات وردود فعل على المستوى السياسي والشعبي. فقد تولت اليوم تصريحات رئاسية وحكومية استنكرت هذه التصرفات التي تسيء لعدن وأبنائها ولحظاتها التاريخية. رئيس الجمهورية قال إن الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز أو غيرها مرفوضة. رئيس الوزراء أثناء لقائه برئيس الجمهورية أكد أيضا موقف القيادة السياسية من الحادثة، واصفا إياها بالأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان، وهو ما أكده البيان الحكومي الذي شدد على السماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة. اللجنة الأمنية العليا في عدن أصدرت بيانا من جهتها حمل في محتواه إنكارا لحقيقة ما حصل، وصف البيان الحملات الإعلامية أنها تتبع الانقلابيين، وأكدت أن ما قامت به من إجراءات جاء لتعزيز الأمن في عدن وأن حقوق المواطنة في عدن مكفولة للجميع. وهنا نتساءل، هل يتحقق الأمن لعدن فعلا باتخاذ هذه الإجراءات؟ هل تكتفي الجهات الرسمية بشجب هذه الإجراءات وإدانتها؟ أم أن هنالك خطوات جادة ستتخذها على الأرض لتدارك الأمر وإدارته بالشكل الأمثل؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء لهذا اليوم. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. الآن إن شاء الله بعد محتجزونا في عدن بنقوم بالترحيل إلى تعز. أكثر من 800 عامل من أبناء عدد من المحافظات تم ترحيلهم بشكل مفاجئ عن مدينة عدن بعد حملة مداهمات للمحلات والأسواق التجارية بحجة أنهم لا يملكون هويات. تنطلق رحلتهم هذه المرة للعودة إلى ديارهم. تشيعهم آليات محملة بالأسلحة المتوسطة. قمنا اليوم بحملة أمنية لتنظيف العمالة السائبة الذين لا يملكون بطائق ولا وثائق ولا هويات، ونحن إن شاء الله سنطهر كامل الأرض من هذا الذين لا يملكون بطائق من أبناء الشمال. المئات من أبناء تعز وأب يعودون إلى مدنهم من عدن عاصمة اليمنيين المؤقتة التي تعيش اليوم واحدة من صور المعاناة الإنسانية بتفاصيل متكررة، إذ تعيد لذاكرة اليمنيين صور مآسي الترحيل القسري في مناطق أخرى من البلاد. مشهد يعكس وجها من تركة ثقيلة خلفها نظام قام على الفيد والنهب والظلم ليورث في المجتمع كل هذه المآسي. بدأ الموقف الرسمي للرئاسة والحكومة واضحا ومستنكرا، وإن تأخر عن موعده لكنه مضى في سياق واحد، إذ صرح رئيس الجمهورية أن ترحيل بعض أبناء تعز من الجنوب أمر مرفوض ولا يخدم إلا الميليشيا الإنقلابية، وهو قول يعززه البلاغ الصادر عن مكتب رئيس الوزراء ليؤكد استنكاره هذه الممارسات التي تخدم الميليشيا الإنقلابية وتؤذي الشرعية وتضعف من جهودها في استعادة الدولة وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء بحسب البيان. بيان رئاسة الوزراء أكد أيضا أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين. حملة الترحيل كان لها أصداء وردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، إذ استغرب نشطاء وحقوقيون عدم صدور أي بيان رسمي من السلطات الأمنية في عدن عن الحملة ومن يقودها وما سببها. وبالمقابل أصدرت القيادات الأمنية التابعة للحزام الأمني بمحافظة عدن بلاغا عن فرض عدد من الإجراءات والقيود الأمنية على الوافدين للمحافظة أو القاطنين فيها. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بداية بضيفنا في عبر السكايب من الرياض الدكتور محمد عسكر الباحث والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا أخي العزيز. أهلا بكم دكتور. دكتور، يعني هناك من وصف هذه الإجراءات بالإجراءات التعسفية حصلت في عدن. السلطات تقول إنها إجراءات، السلطات الأمنية تقول إنها إجراءات أمنية قانونية، كيف قرأتها أنت؟ شكرا أخي العزيز وجيه وكل طاقم قناة بلقيس العزيزة، كما أحيي كل مشاهدينكم الكرام. في البداية أخي العزيز علينا أن نفرق، يعني نفضل الاشتباك الذي حصل حول عدة مفاهيم وعدة موضوعات متداخلة.
تفضل. عفوا. اولا دور الاعلام اصبح في هذه المرحله التي تعيشها اليمن دور محوري جدا، واذا كان دوره على مستوى العالم وعلى مستوى العصر الحديث اللي هو عصر المعلومات والاعلام اصبح مهم للغايه، واصبح بامكانه ان يحرك شعوب، ايضا اصبح بامكانه ان يشعل ثارات، اصبح بامكانه ان يقوم ويقدم ويوقد لحروب او يمكن ان يخمد حروب. بالتالي سلاح الاعلام اصبح سلاح فتاك. النقطه الثانيه، للاسف ان من يستعمل هذا السلاح حتى الان في العالم العربي لا تتوفر الضمانات القانونيه ولا تتوفر حتى المسؤوليه الاخلاقيه لدى الكثيرين الذين يتعاطون في هذا المجال دون ان يحسبوا لان الكلمه مسؤوليه قبل ان تكون موقف سياسي. الامر الثاني اخي العزيز، يجب ان نقرر ان حقوق الانسان مكفوله ويجب ان ندافع عليها. وحينما قام الحراك الجنوبي في 2007، وحينما قامت ثوره الشباب في 2011، وحينما قاتلت المقاومه في الارض ضد الانقلابيين، هو هدفها كرامه اليمنيين. نعم. هدفها حقوق الانسان اليمني الاساسيه في العيش في ارضه بكرامه دون اي تسلط عفوا دون اي قوه تستطيع اجباره على او انتهاك حقوقه الاساسيه. فعلينا ان نكون واضحين في هذا، لا يمكن لاي انسان سوي ان يدافع عن اي انتهاك جسيم لحقوق الانسان. ثم ناتي الى مرحله موضوع عدن. في موضوع عدن تم تضخيم ونشر فريه في الاعلام على انه هناك ترحيل عرقي لابناء المحافظات الشماليه. لما أحببنا نتأكد عن مفهوم يعني ما هو الترحيل العرقي. الترحيل العرقي أن ترحل الناس على أساس انتمائهم المناطقي أو القهوي أو المذهبي أو العنصري. طيب، الذين رحلوا وبحسب بيان الذي أشرتم إليه، بيان اللجنة الأمنية في عدن، لم يكونوا فقط من المحافظات الشمالية، واحد. اثنين، كانوا ايضا من المحافظات الجنوبيه، اكثر من 150 رحلوا اليوم صباحا الى الضالع وردفان ويافع لانهم مجهولين الهوية. عدد ابناء الشمال اخي العزيز وجيه في عدن وخصوصا ابناء تعز يربو ما بين 150 الى 200 الف. وحينما يتم ترحيل مجموعه 800 شخص مجهولين الهوية فهم لا يمثلوا نصف إلى 1%. نعم. ثم نأتي وبكل صفاقة أجي أقول أن هذا عملية ترحيل عرقي ويتم تضخيمها إعلاميا، وتصدق بعدين الحكمة الإعلامية أو المقولة الإعلامية الشهيرة اكذب 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 حتى يقال عليك أنك صادق. فهذا للأسف الذي حصل. لكن دكتور، يعني رئيس الجمهورية تحدث عن أن يعني ويعني ب يعني ب كما يقولون بالخط العريض أن ترحيل بعض أبناء تعز من الجنوب أمر مرفوض ولا يخدم إلا الميليشيا الانقلابية. كيف يمكن إذن فهم هذا التصريح في هذا السياق؟ يعني الحملة الإعلامية الكبيرة للأسف لم تراعي الأوضاع الأمنية الآن التي تمر فيها عدن. أخي العزيز، عدن تعيش حالة حرب، وتعيش ما بعد الحرب تعيش حالة حرب مع الإرهاب، وكل يوم القيادات الأمنية والكوادر وأبناءنا وقياداتنا يتم اغتيالهم صباح مساء. وحينما تتخذ الإجراءات الأمنية في هذه الأوقات الاستثنائية يجب أن تتخذ إجراءات استثنائية تجاه أشخاص مجهولي الهوية، تقوم الدنيا ولم تقعد. بالنسبة لرئيس الجمهورية، هو رئيس كل اليمنيين. نعم. وحاول أن يطمئن الجميع أنه أي إجراءات فردية لن تكون عبارة عن سياسات ولن يجب أن يسمح بها. وهذا ما أكده بيان المحافظة أنه لا يمكن السماح بذلك أصلا. الفكرة أخي العزيز هي اختلاق فكرة من لا شيء. موجودين الناس راحوا شبوة، رحلوهم ناس راحوا الضالع. نعم. وناس راحوا التعز. طيب، للأسف هناك مكينة إعلامية لا تراعي. طيب، أي مسؤول. دكتور، دعنا نكمل هذه الفكرة. كان قبل ذلك ينضم إلينا العقيد الركن أحمد محمد نعيم الصبيحي، مدير خفر السواحل بخور العميرة، معنا عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العقيد.
مساء النور أخي، مساء النور، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله أستاذ. يعني سيادة العقيد أحمد، يعني باعتباركم جهة أمنية على اطلاع بالكثير من يعني ما خلف كواليس هذه القرارات التي تجري في عدن، نحن حاولنا التواصل مع الجهات الأمنية الرسمية في إدارة الأمن لكن لم يكن هناك تجاوب كثير من قبل القائمين عليها، لذلك نحاول أخذ فكرة أكبر من قبلكم. ما هي يعني الأسباب التي دعت إلى هذا القرار، ولماذا لم يتم الحديث عنه مسبقا حتى يتنبه الناس له ويعني يكون ممهد له في وسائل الإعلام؟ أول حاجة أنا أشكركم شكرا جزيلا قناة بلقيس على هذا الاستضافة الكريمة، وأشتي أقول لك أنا إنه لم يقرأ هناك أي تنسيق مسبق بشأن هذه الإجراءات، لأنه لم يكن هناك تفسير لهذه الإجراءات، ولكن الضرورة الأمنية الذي أقتضت لهذه الإجراءات الأمنية ليس كما يقال عليها يعني قرارات فردية ولا شيء، ولكن هذه هي إجراءات احتياطية احترازية. أنت تلاحظ يا أخي العزيز أن كثرة الأعمال التخريبية والتكبيرات المقصودة لغرض زعزعة أمن عدن واستقرارها، والغرض من هذا كله هو تهميش دور القيادي الجنوبي الأخ اللواء عيدروس جريدي والأخ مدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شايع. وأنت تلاحظ أنه إلى حتى مقر قعر داره يصلوا بالتسجيلات، الغرض منها هذا كلها هو تشويه سمعة هؤلاء المناظرين المتواجدين هنا. لا يوجد هناك شيئاً اسمه شمال وجنوب، هناك يوجد فيه عناصر تندس من قبل أبناء المحافظة الشمالية، ليس أبناء المحافظة الشمالية كمواطنين، ولكن من ناس من ضمين تحت لواء عفاش والحوثيين لغرض تقريب وزعزعة الأمن في عدن. أنا قبل حوالي شوية سمعت في تصريح مش عارف إنه صح أو قد، هما يريدوا يعملوا على زعزعة الأمن والاستقرار في عدن. أبناء عدن تعودوا على، لكن يعني كمية المرحلين سيادة العقيد هي كمية كبيرة، 800 شخص، وليسوا يعني لربما كثير ممن يقولون أنهم ليسوا من يقوم بهذه الإجراءات التي تخلخل الأمن وتزعزع الاستقرار في المدينة. أنا معك ربما يكون هناك لكل أعمال سلبيات، ولكن يا أخي بالله عليك أنا أرجوك رجاء خاص، الإنسان الذي لا يحمل هوية، الإنسان الذي لا يحبس وزي، وأنا أشتي أتكلم معك الآن في واحد من أبناء الوازعية تم مسكه في إطار منطقة الحشوة قرب قصر ومباشرة أنا اتصلت من هنا لعند الأخ مدير عام المديرية الأخ هاني اليزيدي وقلت له هذا معروف كذا كذا، وأقسم لك بالله العلي العظيم ما تأخر حتى 5 دقائق فكوله بتلفون. نحن أصبحنا يا أخي الآن أصبحت المسألة وما فيها هو لعب خلط أوراق، هو عبارة عن خلط أوراق وإرباك للعمل الأمني. أبناء المحافظة الشمالية هم أخوتنا ونحن أخوتهم، وأنا أشتي أقول لك إن الذي يعملوا بخلط هذه الأوراق هم السبب الرئيسي في هذه المشاكل، وأنا أشتي أقول لك لا توجد مشاكل ما بين تعز ولا الجنوب. أشتي أذكرك أنا جنوبي، أنا جنوبي، وأشتي أقول لك عبد الفتاح إسماعيل كان رئيس الدولة حقنا في الجنوب هو من المحافظة الشمالية، وأغلب القادة المتواجدين عندنا في الجنوب وعلى قمة الهرم الحزبي في الجنوب هم من أبناء المحافظة الشمالية. ما حد كان يفكر في الشمال والجنوب إلا في الوقت الراهن هذا هم حاولوا يعملوا هذا ورقة رابحة يخلطوا بها أوراق ما بين الشماليين والجنوبيين لغرض إن المسألة هي شمالية وجنوبية. طيب. لكن من يمون؟ أنا استيقظت من يمون هؤلاء الناس ويمونهم؟ العامل الفلاح الذي ينزل بطاط من رداع ولا من ذمار وتحصل وتفتش نعم. معه داخل البطاط؟ نعم سيادة العقيد، لكن يعني هذه الإجراءات سيادة العقيد الإجراءات الأمنية هي مطلوبة بكل تأكيد، وهناك نعم. حاجة يعني فعلية
الكثير من الإجراءات الأمنية التي تحقق الأمن والاستقرار في عدن وفي الجنوب بشكل عام، لكن الفكرة التي يعني يقوم بالتعليق عليها الكثيرون، لماذا لم يتم التنبيه أو الإشعار وكذلك على طريقة المعاملة التي ظهرت فيها وتمت بها عمليات الترحيل هذه؟ هل تتفق أن هناك إشكالية بهذا الخصوص؟ والله يا أخي أنا قلت لك في بداية الحديث إنه لم يكن يفكر في القيادة في محافظة عدن، لا الأخ المحافظ ولا الأخ مدير الأمن، لأن هذا إجراءات احترازية اضطرارية ولم تكن لها خطة مسبقة، لأنها لم تكن خطة مبيتة لغرض هذا الشيء. لكن الإجراءات التي اتخذت الآن بهذه السرعة، صحيح ربما قد تكون الإجراءات الخطة مبيتة أو بهذه السرعة نتيجة الأعمال الأمنية التي اتكاثرت في المحافظة من كل مكان ومن كل صوب. أنا مش عارف الآن والله عارف الكلام صح ولا لا، قالوا في تسجيلات وفي ما شابه ذلك. من يقوم بهذه الإجراءات يا أخي؟ الناس يعملوا هذه القضايا لغرض زرع الكراهية لغرض زرع الكراهية ما بين أبناء المحافظة الشمالية المواطنين. لكن المسؤولين المتواجدين الذي قتلوا الوحدة ونحن قبرناها، وأنت عارف أن عزة الميت دفنه، نحن رحنا وضحينا بكل ما نملك من أجل الوحدة وعشقنا الوحدة أكثر من ما عشقها أساس ولا الحوثة ولا بقية الناس الآخرين، وهم الآن يحاولوا يتكلمون بأسبابنا مثل ما قال علي عبد الله صالح المرة الأولى، قال إن الجنوبيين يكرهوا أصحاب تعز ويكرهوا الشماليين لغرض إيش؟ لغرض تمرير سياسة معينة في رأسه. نعم سيد العقيد، إذا مدير خفر السواحل بخور العميرة العقيد الركن أحمد محمد نعيم الصبيحي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الدكتور محمد عسكر. دكتور، يعني هناك لقطة في الفيديو الذي تم تداوله بشكل موسع حول أن يعني أطفى الصفة المناطقية لهذه الخروقات في حال لم يكن هذا توجها عاما لهذه الحملات الأمنية، أليس من الصحيح أنه يجب معاقبة من قام بهذه التصريحات التي تثير الصف ويعني تثير الفتنة بداخل الصف الواحد ويعني تعمل على إذكاء الكثير من الخصومات وكذلك الأفكار التي ليس من صالح اليمنيين إذكاءها في هذه اللحظة؟ أتفق معك أخي وجيه تماما. الإعلام والتغطية الإعلامية للحملة الأمنية يفترض أن تكون هي كانت موجودة من قبل لكن باهتة وليست بالحجم المطلوب. على السلطات في الأمن حق عدن أن كانت أن تشيع بشكل واضح وللجميع. أنا كنت أطلع على ذا الكلام، لكن بصورة للموجودين في عدن يرسلون صور للوحات عملاقة، الإثبات الهوية مطلوب، سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مجهول هوية خلال الأسابيع الماضية. أما التصريحات غير المسؤولة التي تصدر من شخص يفترض أنه مسؤول ويلبس بيزة رسمية، فهذه تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلة. الأمر الثاني، للأسف حالة الاستقطاب السياسي أو الاستنفار السياسي، حالة الشرخ الاجتماعي الذي للأسف بعض الإعلام غير المسؤول يتم تعميقه وفرزه بشكل كبير مؤثر، مما يدخلنا في منطقة سميناها قديما منطقة حزام الزلازل أو حزام النار الذي يضرب بعنف البنية الاجتماعية للمجتمعات. للأسف هذه الحالة التي هي موجودة الآن، البعض يشيع مزيد من الفتنة، مزيد من حالة الاستقطاب الحاد. المفروض على الجوانب المسؤولية سواء في الإعلاميين أو في سلطات عدن أن يقدموا خطابا متزنا إنسانيا حقيقيا. بيان عدن اليوم واضح إن سمحت لي أخي العزيز أن نشير، هو يتحدث عن حقيقة الوضع في عدن. الآن حالة الوضع في عدن يجب أن نركز عليها تماما. البلدان التي تعاني من هشاشة الأمن أو تعاني ما بعد من تبعات ما بعد الحروب والنزاعات المسلحة، دائما ما تعيش في حالة فوضى وانعدام أمن وحالة يسود فيها الذعر للناس. وصلت الناس في عدن إلى الخوف إلى كل بيت. كل يوم نسمع عن تفجيرات انتحارية، كل يوم نسمع عن اغتيالات لقيادات أمنية
وسياسية وميدانية. كل يوم نسمع عن قيام مقاومة يتم اغتيالهم في الشوارع. كان لابد لأي دولة في العالم تريد الحفاظ على وجودها الإنساني وعلى وجود مجتمعها أن تقوم بعمليات وأن تقوم بإجراءات استثنائية. هذه الإجراءات الاستثنائية تكون وفق ضوابط قوانين الطوارئ. لماذا وجدت قوانين الطوارئ في كل دساتير العالم؟ هي من أجل معالجة هذه الحالات المشابهة. حينما يكون من الصعب تطبيق القانون العادي فإن السلطات في أي مجتمع تلجأ إلى قوانين الطوارئ. طيب. يعني لمدة محددة حتى تنتهي أسبابها. طيب، في أحد النقاط في البيان الخاص الذي صدر من قبل اللجنة الأمنية لمحافظة عدن دكتور، يعني تحدث عن أن هذه الحملة سيخضع لها جميع المواطنين أيا كانت منطقتهم أو محافظتهم بمن فيهم مواطني عدن أنفسهم. طيب، إذا كان الأمر فيه ترحيل إلى بعض المناطق الخارجية وهؤلاء أساسا مواطنون بداخل عدن، مواطنين عدن أنفسهم إلى أين سيتم ترحيلهم؟ أبناء عدن يتم احتجازهم في داخل السجون. طيب، إذا لماذا لم يتم التعامل بنفس الطريقة على الكل؟ لا، ما شوف، في المحافظات الجنوبية التي خارج عدن يتم إخراج أي مجهول هوية إلى منطقته، إلى أهله الذي يعرفه. في داخل عدن الآن عندي أنا أعداد كبيرة بدون مجهولين الهوية. أنا الآن أخي العزيز الآمن كسلطات أمنية أريد أن أضبط حالة الفوضى، حالة الذعر، حالة الإرهاب التي عاشها المواطن. المواطنين في عدن يطالبون السلطات بتفتيش منازلهم، يطالبون السلطات بتفتيش كل حوش داخل عدن، بمصادرة أي سلاح متوسط أو ثقيل مع أي شخص. الآن هذون الأعداد الكبيرة الموجودة بالمئات في عدن بدون أي بطاقة، ولا يوجد أي بيانات حولهم، ولا توجد لديك سلطات في عدن، لأن المؤسسات السابقة كانت تتبع المخلوع في صنعاء، احتكرت البيانات والمعلومات. لا توجد لديك أي أجهزة أمن قومي ولا أمن سياسي ولا مخابرات. أنت الآن لازلت في وضع صعب، محتاج أن تؤمن نفسك. لا يوجد لديك قضاء، للأسف الكثير يجهلون أنه حتى الآن لا يوجد قضاء في عدن، لا توجد محاكم تعمل حتى نستطيع أن نطبق القانون ونذهب بالناس إلى النيابة والقضاء. هذه الوضع الاستثنائي أصبح هذا مجهول الهوية مشتبه به. أمام السلطة خيارين، إما أن يسجن وحينها ستمتلئ السجون وهذا عقاب يعني أكبر من اللازم، وإما أن ترحله في هذه المرحلة إلى منطقته حتى يتم استقرار عدن وتثبيتها. ثم أي شخص لديه بطاقة أهلا وسهلا ومرحبا به، كما أسلفت لك هذون الأعداد التي تم رحله في مناطق الجنوب والشمال لا يزيدوا عن 1%. طيب، هناك من يطرح أن كثير ممن يعني رحلوا يعني بغض النظر عن أن كان لهم منازل أو أملاك بداخل عدن، لا أعرف كيف سيتم التعامل مع هذه القضية، لكن أيضا كانوا يحملون بعض البطائق، بطائق إثباتات الهوية كما أظهرت بعض الصور. هذه النقطة هل وضحت لنا كيف تم التعامل معها بشكل أكبر؟ يا أخي العزيز، أنا أحضرت لك بعض الأشياء التي وصلتنا. نعم. وهذه بطاقة شخص يعني عنوانه أنه ينتمي إلى تعز صبر الموالم. ثم لديه بطاقة أخرى أنه من المقاومة الجنوبية في منطقة درسعد. هذه البطائق التي يقال عنها. الآن السؤال بسيط ومنطقي، لماذا هؤلاء الأشخاص فقط تم إخراجهم؟ إذا كانوا لأنهم أبناء تعز، فأبناء تعز في عدن كما أسلفت أكثر من مئة ألف شخص. لماذا هؤلاء الأشخاص فقط؟ فكرة أن هناك تطهير عرقي وأن هناك ترحيل عرقي، هذه الفكرة يجب أن تحاكم، ولكل من روج لها، ولكل من ساهم في نشرها، ولكل من ادعى كذبا من أجل أن يخدم أجندة عفاش والإنقلابيين في تكبيل سلطات عدن. طيب، عن القيام بواجبها لتأمين مواطنيها. يعني هذا الاتجاه ذهب له البيان الصادر من اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، قال أن هذه أو الترويج، عملية الترويج الإعلامي كانت من قبل وسائل إعلام انقلابية، لكن نحن شاهدنا الكثير من ناشطين حتى من صحفيين العدنيين أنفسهم يعني رفضوا هذه الإجراءات في بداية الأمر. بالتالي هناك لربما تعامل غير أو يعني اندفاع في الاتهام واعتبار جميع
من يرفض هذه العملية الأمنية مخالفا أو أنه من الانقلابيين أو ما شابه. ألا ترى أن هذا موجود في هذا السياق بداخل الأوساط المؤيدة لهذه العملية؟ هناك نقطتين في هذه المسألة. فكرة أن كل من روج لهذه هي مؤسسات تتبع الانقلابيين أو ناس تبع الانقلابيين، هذه فكرة خاطئة. لكن هل ترويج وتكبيل أيدي سلطات أمن عدن عن القيام بواجبها لحماية المواطنين بسبب زوبعة في فنجان وكذبة ليس لها وجود على الأرض، هل هذه تخدم في الأخير الإنقلابيين في زعزعة أمن عدن؟ نعم هي تخدم الإنقلابيين، علمها من علم وجهلها من جهل. للأسف ما سبب طيب هذا الاندفاع نحو الترويج لفكرة التطهير العرقي؟ سبب الاندفاع كما أسلفت لك أخي وجيه هو فكرة الشحن. لدينا شحن مناطقي على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، هناك مقتربين لدينا في الجنوب في الخارج يقومون بعملية شحن مناطقي بسبب التعسفات اللي قام بها عفاش وما قبله. للأسف يقابلها من نخبة إعلامية الآن موجودة في الخارج يقومون بنفس المستوى يعني يتم تحريك المحركات الإعلامية والمواقع الإعلامية لمقابلة هذا النفس المناطقي الذي هو ليس موجود في أرض الواقع. أخي وجيه، كما أشار بيان محافظ عدن، من حق المنظمات الدولية أن تنزل إلى عدن وأن تذهب وتتحرى وتتقصى الحقائق، لكن لماذا نحن ندافع عن فكرة ليست هي أصلا موجودة؟ أنا شخصيا طالبت أخي وجيه أن على المنظمات حقوق الإنسان في عدن أن تقوم بواجباتها الآن وأن ترصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان، كما طلبت ثانيا من إدارة أمن عدن بإنشاء قسم لاستقبال الشكاوى والبلاغات لأي ممارسات عنصرية أو مناطقية. نعم. يجب أن نكون واضحين، نحن لن نقبل أي إقصاء لأي إنسان على أساس عنصري أو مناطقي، كما أننا لن نساوم على أمننا بأي شكل من الأشكال. طيب دكتور، دعنا نكمل هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نستكمل الحوار مع الدكتور وبقية الضيوف الذين سينضمون إلينا. ابقوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى الدكتور محمد عسكر الباحث والمحلل السياسي، ضيفنا من الرياض عبر السكايب. دكتور، يعني في البيان الرسمي الخاص الذي خرج من قبل رئاسة الجمهورية كان هناك حديث عن ممارسات فردية لترحيل المواطنين، أفهم من كلامك أن الرئاسة انخدعت بالحملة الإعلامية التي تمت أم ماذا؟ لا 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 تؤول كلامي أخي، لذلك أنا سألته واضح. لا أيوة أول أيوة هناك ممارسات فردية بلا شك، يعني نحن نعيش لا نعيش وضعا مثاليا، يجب أن يعي أي مشاهدينكم الكرام أن الوضع الأمني في عدن هو كالتالي: مدينة مدمرة كافة مؤسساتها، مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، البنية التحتية، الكهرباء، حتى الآن تعيش الناس في جحيم. معدل الاغتيالات والجرائم هو يعتبر من أعلى المعدلات بكل المقاييس. لا توجد أي أسس وقواعد بيانات لكافة الناس لترتيب أوضاعهم، وبالتالي هذا الوضع في مدينة منكوبة بعد الحرب هو وضع استثنائي يستدعي إجراءات استثنائية. هذه الإجراءات الاستثنائية شرطنا الوحيد كناشطين حقوق إنسان وكأي مواطن يحترم الدستور والقانون ويأمل بالمستقبل، وألا تمارس بشكل منهجي، وألا يتم ممارستها كسياسة دولة، وأن تتم وفق ضوابط ومعايير حقوق الإنسان الأساسية، لأننا إذا انتهكنا حقوق أي إنسان فإننا لن نبني أمنا حقيقيا، بالعكس سنبني خوفا دائما. الذي حصل في عدن هو هذا، أن حال أمنية مثل هذا استدعت تحرك جاد لحصر الناس المجهولين الهوية. لا توجد لديك أي قواعد بيانات، لا توجد لديك نيابة، لا توجد لديك قضاء، لا توجد لديك حتى البعض يسأل لماذا لم يصدروا لهم بطائق، لا توجد لديك بطائق وإصدار آلي لإصدار بطائق شخصية لهؤلاء، لأنه لا توجد لديهم أي بيانات خاصة بهم. وبالتالي حينما يتم ترحيل هؤلاء إلى الضالع أو إلى أبين أو إلى شبوة أو إلى تعز، ويتم
انتقاء البعض من منطقة معينة لأنهم لديهم تسود على المشهد الإعلامي ويملكون خبرات إعلامية كبيرة وتصويرها على أساس عرقي وعلى أساس مناطقي، فأنا أرى أنها جريمة كبيرة. أنا أعيد التذكير دكتور أن هناك الكثيرين يعني حتى من صحفيين العدنيين أو الجنوبيين بشكل عام من تحدث وتناول هذه القضية على أساس أنها كانت موجهة أساسا ضد أهل الشمال، حتى لا نحدد أن يعني نخبة سياسية أو إعلامية معينة قامت بحيازتها إلى هذا الشكل، ليست من الجنوب بشكل عام. لكن أتساءل في هذه النقطة عن توقيت هذه العملية دكتور، يعني هل لربما تم إساءة أو كان التوقيت نوعا ما مربكا بالمشهد بشكل عام؟ أخي وجي، التوظيف الإعلامي السيء لما حصل في عدن هو في هذا التوقيت السياسي هو الذي أضر بالشرعية وجعل وقدمنا ورقة بيد للإنقلابيين تجاه يرموها بوجه الشرعية. لكن الضرورات الأمنية للمواطن العادي الآن في عدن، يعني تخيل مدير أمن عدن خلال 72 ساعة يتعرض لمحاولتي اغتيال، لم يحصل في العالم هذا الأمر. وحينما تقوم السلطات بإجراء عادي وبسيط تجاه الجميع من مجهولي الهوية، يتم عمل زوبعة إعلامية غير مسؤولة ينتج عنها توظيف سياسي سيء في هذه المرحلة ضد الشرعية. ولذلك حينما نقول يجب أن يكون صاحب الكلمة والإعلامي لديه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية سياسية، أن يعرف متى يشن الحملات الإعلامية ولماذا وما هي حقائق الأمور. أما الجنوبيين، صحفي الجنوبيين التي كتبوا حول هذا الموضوع، فهو بسبب كما أسلف غياب الإعلام الحقيقي، الإعلام للسلطات المحلية والأمنية بعدن، كان هناك قصور واضح مما أربكنا أنا شخصياً. ولذلك أنا اضطررت أن أسأل وتواصل شخصياً اليوم مع الأخ المحافظ وسألته، قال لي يا أخي الذي حصل تجاه جميع الناس ولم يكن بحسباننا، وأقرأ لك هنا من بيانهم بالنص كما أكلمني بالمكالمة التلفونية، إن عدن كانت وما زالت وستبقى مدينة السلام والوئام والتآلف والمحبة والتعدد والتنوع العرقي والثقافي والفكري دون تمييز بين أحد من سكانها أو وافديها بسبب الجنسية أو الدين أو الانتماء العرقي والمناطقي والقهوي. مع التأكيد أن جميع أبناء محافظات الشمال متواجدون حاليا في عدن ومن سابق، ويعملون كأبناء عدن في جميع حقوقهم في الإقامة والتنقل وممارسة أعمالهم التجارية وغير ذلك. بإمكان المنظمات الحقوقية، وأنا أؤيد هذه النقطة، والإنسانية النزول ورصد ذلك على الأرض وإجراء حمل الهوية لا يستهدفهم وحدهم فقط كما قد يروج له. طيب يعني هناك في هذه النقطة، في هذه النقطة دكتور، هناك الكثير ممن يطرح، يعني هي فرصة لمناقشة هذه الأفكار، هناك الكثير ممن يطرح أنه يعني من خلال الحديث عن الكثير من الإنجازات الأمنية التي تحققت بضبط خلايا إرهابية أو ضبط متهمين بقضايا اغتيال سابقة سواء للشيخ العدني أو لغيره، لم يعلن عن أسمائهم، لم يعلن أكثر عن ما أين وصلت هذه الإجراءات القانونية بحقهم. هذه النقاط يقول كثيرون أنها تسببت في يعني نوع من الضبابية حول طبيعة الإجراءات الأمنية التي تتم. هل من يعني تبرير يطرح عدم أو غياب هذه التصريحات الإعلامية وطرح الأسماء المتهمين في وسائل الإعلام أم لا؟ والله أخي العزيز، أنا شخصيا ممن يطالبون بالشفافية في نقل المعلومات، ومن حق المواطنين أن يعرفوا هذه الأمور. لكن أنا ألتمس كثير من العذر بشكل مسؤول، وكنت أنا في عدن وفي قلب المعركة التي كانت في عدن، ورأينا ممارسات الإنقلابيين وكيفية انتهازهم لكل فرصة لتدمير بنى عدن. وجدت أن التمست كثير من العذر، أقول ذلك بشكل مسؤول، لأنه لا توجد لدى هذه المؤسسات الأمنية بعدن أي بنية حقيقية قوية تستطيع أن توضح لنا
هؤلاء المتهمين ثم المتهمون يذهبون إلى القضاء أو النيابة، كل هذا لا زال في هذه المرحلة غير وارد، لكن إن شاء الله في المراحل القادمة سيكون موجود، ويجب أن تنشر الأسماء، ويجب أن يتم هناك شفافية تجاه كافة المتهمين، وأن يحالوا إلى القضاء العادل والقاضي العادي الطبيعي لهم. طيب دعنا نرحب دكتور محمد بالصحفي أنيس منصور، ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير أستاذ أنيس. مساء النور لك ولضيفك ولكل من هم موجودين عندك خلف الكاميرا وأيضا للمشاهدين. أهلا بك أستاذ أنيس، كيف تابعت هذه القضية بشكل عام وتناولاتها في وسائل الإعلام وكذلك بيانات الرسمية سواء الحكومة والرئاسة وكذلك اللجنة الأمنية بعد؟ أخي طبعا أنا أقول لك بوضوح، هناك إدانة واسعة، عملية استنكار تؤكد على أن البيئة الأمنية الموجودة في عدن بيئة عنصرية مناطقية ليست لا يمكن أن تكون وطنية. باعتقادي أخي أن الأيادي التي قامت بتصفية أبناء أبين في 86 باسم البطاقة هي نفس الأيادي التي طردت أبناء عمال المحافظات الشمالية تحت مسمى البطاقة، وتتظل لعبة البطاقة لعبة يعني أو هوية أو الهوية أو هذه لعبة يمارسها هؤلاء تعبيرا عن حالة فشلهم. لكن هناك طرح أستاذ أنيس بأن هذه الإجراءات لم تتم فقط بخصوص مناطق تعز أو من ينتمون إلى تعز، تمت للكثير من المناطق الأخرى كما حمل بيان اللجنة الأمنية العليا. أخي الممارسة كانت ممارسة باحدة، لا يوجد أي شخصية من أبناء المحافظات الجنوبية حتى الآن تعرض لمثل هذه التعسفات ولمثل هذه التصرفات، هذه هي عبارة عن أعذار واهية وأكاذيب يتم تصويتها في الجريمة، فهي جريمة ارتكبت تحت سمى التمييز العنصري. نحن في حراك الوطني الجنوبي أصدرنا بيانا واضحا وعبرنا فيه عن إدانتنا واستنكارنا، حتى لو كانت إجراءات أمنية فالأصل أن تتم في إطار محافظة عدن ويتم القبض على هؤلاء والتحقيق معهم، لا أن يتم ترحيلهم. لغة الترحيل لغة مقيتة جدا وسلوك الترحيل سلوك مقيت جدا. طيب هناك طرح أنه لا توجد أساسا يعني جهاز قضائي أو جهاز أمني قوي في هذه المدينة، خاصة مع التركة الثقيلة التي وصلت بها المدينة بعد حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع على هذه المدينة، كي يعني هناك أيضا تحديات كبيرة تواجهها المدينة في هذا السياق. عفوا السلوك الذي حصل هو يخدم علي عبد الله صالح والحوثيين، هؤلاء العمال أنت مسيتهم في أرزاقهم ومسيتهم في مصدر دخلهم، وأنت تعرف ماذا يعني كلمة مصدر الدخل، معناته حياة أو موت، وبالتالي هؤلاء الآن سيحتضنهم الحوثي وعلي عبد الله صالح وسيتم احتوائهم واستفادة من هذه الحركة لتحقيق مكتب سياسي لهم، فهؤلاء لا يخدمون الوطن بهذه الطريقة. عندما يوجد أجهزة أمنية، يوجد أجهزة تحقيقات، يوجد سجون، لماذا يتم الكذب على مسألة أنه ما فيش أمن، ما في كلام كذب كذب. ثانيا الذي تم ترحيلهم ليس فقط عمال، إنما بعضهم ساكنين، تم طريقة الترحيل كانت طريقة مدلة، يتم سلبهم هواتفهم ويتم أخذ أموالهم ويتم هذه. أخي هذه لا تعبر، أنا من أبناء الجنوب ومن أبناء المحافظات الجنوبية ندين ولا استنكر، ولا تعبر هذه عن ثقافتنا ولا تعبر عن أخلاقنا، سيظل الشعب اليوم. طيب ماذا عن البيانات، يعني ماذا عن رأيك بعجالة أستاذ أنيس عن البيانات التي صدرت في هذا الخصوص؟ البيانات صدر بيان الهيئة الشرعية الجنوبية كان بيانا راقيا جدا واعتبرها عملية انتحارية سياسية خطأ، صدر من كثير من القوى السياسية الجنوبية، أكثر من 5 بيانات إلى الآن من القوى السياسية الجنوبية تدين وتستنكر هذه الإجراء باعتباره خطأ كبير جدا في حق النسيج اليمني، وإذا كانت هناك قضية سياسية تعالج في أطر سياسية، وإذا كانت هناك قضية أمنية هناك قانون، هناك يعني أمني. إذن الصحفي أنيس منصور كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الدكتور محمد عسكر. دكتور هل من تعقيب على كلام الأستاذ أنيس؟ والله يا أخي العزيز أنا أسمع كثير مما قاله الأخ أنيس، لكن سمعت جنوبي إجابة على سؤالكم أن هناك جنوبيين، أنه لا يوجد أي جنوبي يتخذ ضده هذه الإجراءات. طبعا هذا التعميم من شخص يعيش الآن في الكويت أو في الرياض
ينبئك عن مستوى الخطاب الديماغوجي الذي وصلت إليه النخب الإعلامية لدينا. أصبح هناك حالة من الاستنفار، يتم التعميم وإصدار الأحكام بكل سهولة. أنا شخصياً تواصلت وحكم عام، قد تكون هناك أخطاء فردية وارد، أنا تواصلت مع أناس مسكوهم في عدن ومن الضالع وتم ترحيلهم، وتم في الفترة السابقة القبض عليهم واحتجاب إلى أن أحضروا البطائق حقهم أبنائهم من داخل مدينة الضالع، وكذلك ناس أخبروني من شبوة. ثم يأتي شخص يقيم في الرياض أو في الكويت ويقول كلام غير مسؤول بهذا الشكل. يعني هي الفكرة ليست بشخص الأستاذ أنيس منصور، هي الفكرة عن يعني طيف واسع أستاذ دكتور محمد. يعني دكتور هو طيف واسع، يعني لربما يماثر الرأي رأيه يماثر رأي الأستاذ أنيس منصور، لكن على كل حال هناك من يتحدث عن أن هذا الأمر قد يتجاوز ما حدث، وأن هناك يعني نوعا من التباين ما بين موقف الرئاسة والحكومة من جهة وموقف اللجنة الأمنية العليا. هل تقرأ أي من ذلك من خلال البيانين؟ معلش السؤال مرة أخرى أخي العزيز. هناك من يحذر من أن هناك تباين موجود ما بين مواقف الحكومة الشرعية والرئاسة بخصوص هذا أو هذه القضية، وما بين بيان اللجنة الأمنية العليا الذي صدر كذلك. هذا التباين يعكسه الكثيرون عن أنه اختلاف كبير في وجهات النظر في كيفية تسيير الأمور بداخل عدن بشكل عام والمحافظات واليمن بشكل عام، يعني عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام. هل تقرأ ذلك أنت أيضا؟ لا يوجد في تقديري حتى الآن وما ألمسه من حجم التعامل والتنسيق ما بين السلطات المحلية من جهة وبين الحكومة من جهة والرئاسة يعني أيضا من جهة أخرى، الحكومة والرئاسة من جهة والسلطات المحلية من جهة أخرى، ألمس كثير من التعاون وكثير من حالات التنسيق الكبيرة والفاعلة. البيانات التي ظهر من سلطات عدن للأسف كما أسلفت أنه كان بيانا متأخرا، ولو أنه صدر قبل 24 ساعة أعتقد ستكون قد انحسرت هذه الزوبعة الإعلامية بنسبة 60% إلى 70%. للأسف البعض يتخذ من حالات الخلاف السياسي أدمن حالة الخلاف السياسي والصراع السياسي في اليمن، وأصبح مهمته هو إفشال خصمه بأي شكل، لا يراعي أن هناك حرمة للدماء، لا يراعي أن هناك أولوية لأمن المواطنين، وأنه أيا كانت السلطة نختلف معها في عدن سياسيا أو فكريا أو أيديولوجيا، فإنها يجب أن تدعم من أجل حماية كافة المواطنين، ويجب أن تحترم كافة المواطنين، وأن تراعي حقوق الإنسان لكافة المواطنين. علينا أن جميعا أن نكون بهذا الاتجاه. أما فكرة إفشالها وتصويرها واستغلال كل حركة لها وكل إجراء وعمل زوبعة من أجله، فهو من أجل تكتيفها وإفشالها وجعل عدن ساحة للفوضى وللأسف، ويحقق مشروع الإنقلابيين وتفشل العاصمة المؤقتة ويفشل أبناء عدن في إدارة مدينتهم، وهذا بطبيعة الحال ما لا نتمنى ولا يتمنى أي يعني كل جميع من خرج بمواجهة هذه الميليشيا الإنقلابية. بكل الأحوال بهذا أشكرك دكتور محمد عسكر الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من الرياض، وأشكر جميع من شاهد هذه الحلقة من الجمهور الكريم. في نهايتها مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان مقدم هذه الحلقة، وكذلك تحيات الطاقم الفني والتحريري. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.